رفع الستار متابعينا الكرام هنا مع العرض الجبار مستمرين متابعين مترقبين ايضا متربصين بجميع الحاضرين هنا على ارضية ميدان الشعب لنعلن لكم الانطلاقات المتميزة نعلن لكم هذا الحضور الكبير والانطلاقات المثيرة شوط الجعدان وهو الشوط العاشر من مجموع اشواطنا الصباحية منطلقا في هذه اللحظات نذهب معكم ونغوص في عمق المنافسة لنتابع اول المراكز هناك الرسمي بحضور رسمي على اول المراكز حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي يا سلام يأتينا في هذا الحضور مع العرض الممتاز بينما ثاني المراكز من الجانب الاخر هناك تواجد مروح لمبارك مروح بن لسالم بن سعيد بن علي بن سعيد الاتبي بينما ثالث المراكز حرب لسعود بن عبد العزيز بن سالم المهري قادم في هذه اللحظات رابع المراكز تواجد هناك وانطلق معنا في هذه اللحظات تتابع عاجل لعبد الله بن عامر بن سعيد المشايخي بينما خامس المراكز حضر العدملي احمد بن مطر بن حمد بن عنودة العامري هناك وتواجد في سادس المراكز هناك انطلاقة المستشار لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاجتبي هكذا هي الاسماء هكذا هي المنافسة هكذا هو الاعلان المطلوب لجميع هذه القوة التي تحضر بمنافسة كبيرة وشيقة على ارضية الميدان عوده وطيران من جديد الى اول المراكز هناك المستشار حضر في اول المراكز لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاستبي ولكن الرسمي يبغي العوده مع حمد بن علي بن عبيد بن محمد الشامسي بينما ثالث المراكز عاجل بخبر عاجل مع عبد الله بن عامر بن سعيد المشايخي قادما على رابع المراكز وتابع ايضا من الجانب الاخر هناك اللي تدخل في هذه اللحظات مردف لسهيل بن سعيد بن سالم بن خميس الوهيبي اما في خامس المراكز وتابع هنا تواجد حرب لسعود بن عبد العزيز بن سالم النكش المهري سادس المراكز وصل مريع لعبد الله بن احمد بن عود الرميثي بدا بالتجاوز الى ثالث المراكز ولكن لنا عوده وانطلاقه كبيره المستشار لا يستشير هو عارف الناموس وانطلاقته مع اول المراكز اذا متابعينا الكرام هنا المستشار على اول المراكز لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان قادما مع هذه اللحظات ثاني المراكز تدخل مردف لسهيل بن سعيد بن سالم بن خميس الوهيبي على ثاني المراكز ثالث المراكز هناك مسبار لمحمد بن عبد الله العسكري واول نتا مع مسبار وحضور مسبار رابع المراكز هناك انطلاقة وتواجد جلمود لمبارك بن حمد بن سالم الوهيبي الله 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 انتقل الى اول المراكز جلمود يا سلام ياهو عرض ياهو شوط 1500 متر هي المتبقية هي الفاصل لناموس هذا الشوط لانطلاقة هذا الشوط ولكن المستشار هناك مع العرض انطلاقتنا مع شديد اول نداء مع شديد ناصر بن غزاي بن سعود العتيبي في الانطلاق وثاني المراكز هناك وليف لعبد الله بن محمد بن علي بن حمود الاجتبي الله الله ثالث المراكز مسبار لمحمد بن عبد الله العسكري خامس المراكز وصل من جديد المستشار لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاجتبي اما في خامس المراكز تواجدنا مع انطلاقة القرباب لخلفان بن احمد بن محمد بن الحماد المزروعي هناك الحماد المزروعي ايضا قادم مع الانطلاق ولكن وليف
ولف على اول المراكز ولف على اول المراكز. عبد الله بن محمد بن علي بن حمودة بن حمودة قادم الاستبي حاضر ثاني المراكز يهدد هناك القرضاب على ثاني المراكز يروح في هذه اللحظات. المنافسة تشتد المنافسة تشتد. خلفان بن احمد بن محمد الحماد المسروعي ينتقل للصدارة ينتقل للإثارة ينتقل مع الشوط ولكن عودة مع وليف. وليف يريد الناموس. عبد الله بن محمد بن علي بن حمودة الاستبي ثالث المراكز المستشار لسيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان. الله 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 عودة. شوف 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 اللي وصل شوف اللي حضر شوف اللي قدم اللقم 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 وهو لقم عبد الله البحري النوب العامري هناك مع اللقم على ثاني المراكز على الانطلاقة. شوف وصل 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 روح روح هدد اللقم هدد اللقم على ثاني المراكز اللقم. الله الله العودة لمن يال ترى لمن يال ترى ناموس هذا الشوط وانطلاقته مع القرباب مع القرباب. خلفان بن احمد بن محمد الحمادي المزروعي ينتزع ناموس هذا الشوط وصدارته. تهانينا والناموس على هذا الفوز وحصول القرباب على اول المراكز. خلفان بن احمد بن محمد الحمادي المزروعي ثاني المراكز هناك مع انطلاقة وتواجد عبد الله البحر النوبي العامري ثالث المراكز ثالث المراكز تواجد معنا هناك. هكذا متابعينا هكذا كان التحدي. نذهب معكم إلى توقيتنا الزمني لهذا الشوط نتابع حيث الحضور المميز والعروض التي قدمت لنا بكل قوة في هذا التحدي. حصل هناك القرضاب على أول المراكز لخلفان بن أحمد بن محمد الحمادي المزروعي بتوقيت زمني وقدره 6:22. 81 جزء من الثانية. فتهانينا والناموس ومشكور على هذا العرض المميز المزروعي ثاني المراكز. نتابع اللي وصل عبد الله البحر النوبي العامري الذي قدم لنا في هذا التحدي اللغمة ب6:23 أربعة أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس. وتابع أيضا ثالث المراكز مع الحضور والتواجد هناك في هذا الانطلاق وحيث حضر هنا مع توقيت زمني. نتابع هنا الانطلاق من خلال تواجد الطياري لسالم بن سيف بن سعيد القعنوني بتوقيت زمني 6:27 67 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الشوط ومشكورين على ما قدمتوه من عروض مميزة هنا.